من جديد يعود الطريق سالكا أمام المقيمين من سكان الموصل في إقليم كردستان وبالعكس. الموصل أربيل، هذا الطريق الذي أغلق ليوم واحد فقط خلال إجراء عملية الاستفتاء بإقليم كردستان، تدب الحياة فيه مجددا كونه الشريان الاقتصادي والتجاري الذي يغذي الموصل منذ تحريرها من سيطرة داعش. طريق مفتوح الحمد لله، كل شيء ماكو أخويا، تجي وتروح احتيادي، سيطرات كل شيء ماكو، زينين ويا عالم، الحمد لله كل شيء ماكو أخويا، طريق مفتوح. بضع مركبات هو ما يحتضنه جراج الشمال شرقي الموصل، مرآب متعثر منذ انطلاقته بعد تحرير المدينة، يعول كثيرا على إقليم كردستان، لكن المركبات تنتشر بشكل فوضوي في أيسر الموصل. أخي العزيز، إحنا ناس كسبك هذه حين على الخطوط الخارجية، نقل الخطوط الخارجية، وإحنا خط كركوك بس المواد مسدود، الطريق مقفول، الطريق علينا هسه أربيل انفتح بس الإقامة، من بداية التحرير لحد الآن مفتوح الإقامة، احنا نطالب بفتح الطرق بين المحافظات بين كركوك والموصل. طريق عادي مفتوح إن شاء الله يوميا رايح جاي، بس يوم واحد سدوه طريق وبعد ورا لهذا اليوم مفتوح الطريق. فين؟ عادي الطريق راح موصل أربيل. لم يكن جراج الشمالي بهذه الحركة الضعيفة، فالمرآب يعمل على خطوط إقليم كردستان ومحافظة كركوك. كركوك هذا الطريق المغلق بينها وبين الموصل منذ أكثر من 3 سنوات، الجدل الحاصل بين بغداد والإقليم قد يؤخر أيضا فتح هذا الطريق. ونطالب يفتحون خط كركوك، هذا خط كركوك صار له 3 سنوات مسدود، ما بي ساعة ونص على ولا يفتحونه، يعني طريق الجسر مال القوير 11 ساعة طريق على كركوك، 11 ساعة على كركوك، 11 ساعة يطلع على تكريت، يطلع على تكريت بعدين يفر يجي على كركوك. اكو شيء لك ملاحظة لك، يعني الجراج منظر اول ما تحرر الموصل، الجراج منظر والجراج كسابول حتى الدقيقة هذا، وهذا الجراج معيشة آلاف الناس عليه. كلما حاولت الموصل أن تستعيد عافيتها بعد أزمة أمنية تعصف بها أخرى، لكنها سياسية بامتياز هذه المرة. من جديد يعود طريق الموصل أربيل للعمل بعد غلق ليوم واحد خلال يوم الاستفتاء، طريق مفتوح للمقيمين في إقليم كردستان من العرب في الموصل، ومطالباتهم بفتح طريق كركوك المغلق منذ 3 سنوات. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز.